واحد القلب مجاور مع الكبده. تشوف يلا النهار الاول والسوق بقى ما كلا شفنا كلا شويه لا خداره لا خايفين باقي من جيت هذا المرض بنادم ما بقاش يتسوى. حنا شرينا السلعه وواقفين عليها ما كاين لا بيع عليها. الهمزه اللي تباع ب 11100 ما كاين شاريش قزاره كي ذبحوه كيف واقفين. الله يصاوب الله يصاوب. بالنسبه للسوق هنايا هما اللي كيروا السوق هو البراني كيجي البراني من الدار البيضاء من النواحي من الاقليم. واليوم مع داك حابسين هذا الشيء ديال الطرقان وداك الشيء السوق على قد الحال. يعني الناس ديال الباديه هما اللي معمرين السوق. الناس الاقارب هما اللي معمرين السوق شويه والحمد لله راه البيع شويه ناقص شويه وبنادم التشوية الماده قليله شويه. بنادم اللي موالف كيدي كيلو د الحام كيدي نص كيلو كاين اللي مسكين مشى بلاش كاع. حنا ما كديناش الريحه يعني حنايا ثلاث شهور حنا جالسين ما كرهناش الوقتيه ما كاين ما شدينا لا دعم ما شدينا حتى حاجه. وحنا الحمد لله درنا اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى وصبرنا مع هذا البلاء هذا ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو يبعد علينا هذا البلاء والحمد لله. حتى الناس مأزمه الناس صافي انت غادي تحد العامين الفلاح غيضربو وسيطيه كحله غيضربو صافي ما بقاش غيقد يكساب ولا يقد يزيد شي حاجه ولا يقد فلاح فينا والفلاح يلاه ورينا البلا ب 700 باقي غيشري بهيمه يكسبها وقت غيشري البهيمه فينا ندعموه عطاو شي حاجه كيشوفو حتى الجزاره مساكنه حتى صافي حنا وقفنا الجزاره المخير عدو المخير عنده 40000 كاله تما خطوه بلا خاوينا يجي الاخر خطوه بلا خاوينا ولا عاي جزاره مشى مات ومساكن الناس تعدمت صافي والسلطه ما عليها والو. السلطه مالها مسكين اش باغا دير لك السلطه راه واقفه في خدمه المواطن ديالها. السلطه دايره خدمتها مسكينه اش غدير كيتعاونوا معاكم كيتعاونوا مع الناس هو راه هما اللي واقفين زعما كاين السلطه مزيانين مع مين معنا مزيان يعني كلشي منظم كلشي منظم كلشي وادي كلشي وادي هنا كلشي مزيان. بالنسبه للاثمنه ديال الحال شحال؟ 60 درهم غلمي غنمي 60 درهم 60 درهم حمرات 50 درهم تقالي 25 ثمينة زوينة مزيان الحمد لله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.